حكم الجمع بسبب البرد الشديد، يعني الجمع بسبب البرد الشديد هذا يقدره الإمام، إمام المسجد، ولا يجوز لأحد أن يفرض على الإمام شيئاً، الإمام يقدر هذا الأمر. أما في البر وهذا لا يجوز الجمع، اللي قاعدين بخيمتهم وما يجوز لهم الجمع، لا برد ولا مطر ولا شيء، طالما جالسين في خيمتهم يصلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. لكن الجمع للمساجد، الجمع للمساجد، وهذا يقدره الإمام، سواء كان البرد شديداً، الريح شديدة، الحر شديد، المطر شديد، أي شيء يقدره الإمام هو يقدر موضوع الجمع. وأهل العلم لا يذكرون البرد الشديد من أسباب الجمع، ولكن يذكرون البرد الشديد مع الريح، هذا الذي يعده العلم للجمع، ريح شديدة مع برد، ليس فقط برد وإنما مع ريح شديدة، أو المطر الذي يبل الثياب، مو المطر رذراذ أو شيخ، لا، مطر يمنع الناس من الخروج من بيوتهم، هذا الذي يقولون أنه المطر الذي يجوز معه الجمع. ولا يجوز تساؤل حقيقة في موضوع الجمع، والله المستعان.